أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: نقرأ يا صاحب الفضيلة في الصحف اليومية ما يقدح في العقيدة، ومنها من يستهزئ بالدين، ومنهم من يسخر بأهل العلم والفضل. السؤال: لماذا لا يستدعى هؤلاء ويؤخذ على أيديهم ويكف شرهم، علما بأنهم يكتبون أسماءهم في مقالاتهم بكل بجاحة؟ نسأل الله أن يوفق ولاة الأمر للأخذ على أيدي هؤلاء. وما زال العلماء يناصحون ويطلبون من ولاة الأمر، لعل الله أن يوفقهم للأخذ على أيدي هؤلاء، ولن يضروا إلا أنفسهم والحمد لله، ما يضرون، لكن قد يخدعون الجهال ويخدعون أصحاب الأهواء، ولكن لعل الله ييسر إن ولاة الأمر يتنبهون لهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: مع واجب الرد عليهم، اللي يستطيع يرد عليهم. نعم.